معانا على الهاتف دلوقتي الأستاذ أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، عشان يكلمنا بشكل أكتر تفصيلا عن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي سيناء. مساء الخير أستاذ أحمد، الخير يا استاذه بسمه، وكل أهلا سنه بك في 90 وحضرتك دقيقة طيبه. يا فندم. أهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه والشعب المصري كله طيب. وحضرتك طيب، ازاي قريت وعد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي سيناء بتنمية كل جزء في سيناء؟ أولا أنا قريت الوعد النهارده في إطار إنه يعني مش وعد بس، هو وعد بيتكلم فيه الرئيس عن واقع، بمعنى إنه لا يعد شيء يحصل، لا ده بيعد بيحصل على الأرض فعلا. المفروض هكمل، والتنميه اللي اتعطلت او اهملت في 30 سنه تتم وهتتم، وكانها ال 30 سنه هتخلص في الوقت، انها خلصت 30 سنه. هنا لما تيجي تبص لحضرتك، وانا كنت يعني شرفت بحضور الندوه اليوم، لا النهارده الرئيس اقدر احط عنوان يوم الوفاء، يوم الوفاء لاهل سيناء، يوم الوفاء للسلطاوي، يوم الوفاء للجيش المصري والرئيس السادات، يوم الوفاء لقائده في كتيبته، يوم الوفاء لكل المصريين. النهارده كان واضح ان الرئيس يقدم نموذج لرئيس دوله يقدر اصحاب الخط ويقدر قوه الانسان ويقدر كيف يكون الوفاء لهؤلاء، ومنهم اهل سينا اللي اداهم النهارده او انصفهم. لانه حضرتك يمكن الرئيس النهارده اتكلم عن الوعي وفكره محاوله البعض الفتنه بين الشعب المصري. جزء من محاولات الفتنه التي تعرضنا ليها الفتنه ما بين المصريين وبعضهم، من خلال الفتنه ما بين اهل سيناء واهل المحافظات المصريين، وفكره ان كنتوا كسينا مهمشين وان كنتم مبعدين وان المصريين ما بيعرفوش مصريين، تتلعب عليها كتير جدا. عشان كده جت رسائل الرئيس السيسي عن بالظبط سيناء النهارده. بالظبط تمام. لا انتوا مصريين قبل وبعد 77، انتوا مصريين قبل وبعد 73 وحتى النهارده. وكمان اتكلم بشكل واضح وتفصيلي عن الدور العظيم اللي لعبه اهل سيناء، وقال حته مهمه جدا يمكن ما حدش لمسها، ان هؤلاء المصريين الاصلاء الشرفاء الوطنيين كانوا تحت الاحتلال، موجودين في حته بيسيطر عليها الاحتلال، ومع ذلك كانوا بيضحوا بنفسهم وبيعرضوا نفسهم للخطر عشان يساعدوا الجيش المصري في انه ينفذ مهامه ويسترد ارضه. دي نقطه مش سهله جدا ولا حد يعيها الا رجل عسكري يفهم معنى التضحيه بهذا الشكل. عشان كده النهارده الرئيس لما اتكلم عن اهل سيناء اتكلم بحب، اتكلم بوطنيه، اتكلم بلغه قائد يقدر جهد الناس ويقدر عطاء الناس ويقدر تضحيات الناس، واتكلم عن التنميه وقال لهم لن نترك سيناء، سوف تنمى كل، سوف تنمى كل شبر يستحق، كل جزء يحتاج التنمية. كل جزء يحتاج التنمية. وده اللي بيحصل دلوقتي يا استاذ احمد. بالظبط. انا عايزاك تشرح الناس اللي للناس اللي بيحصل في سيناء. ده اللي انا هنتقل اليه. أيوة. الرئيس ما بيتكلمش على وعد هيحصل في المستقبل، يحصل ولا ما يحصلش، لا ده بيحصل فعلا. صح. احنا قبل اسبوع من النهارده كنا في محطه بحر البقر، مياه بحر البقر اكبر محطه على مستوى العالمي في تحليه المياه العالم، لما بتدخل في موسوعه جيز. طب ايه المحطه دي؟ افكركم يا مصريين المحطه دي ايه؟ المحطه يا استاذه بسمه زي ما حضرتك عارف وانا عارف، نقول للمصريين ان بحر البقر كانت منطقه ماساه، منطقه معاناه، قتل فيها اطفال ابرياء بغاره اسرائيليه بشعه قبل 51 سنه من النهارده. النهارده في ذكرى طوبة بعد 51 سنه بحر البقر بتتحول لاكبر مصرف معالجه مياه على مستوى العالم، اسمه مصنع جاز، علشان يروي ارض سيناء ويستزرع فيها 500,000 فدان. الارض دي اللي كانت تحتلها اسرائيل النهارده تتروي من مصرف بحر البقر. يا فندم 700 مليار 700,000 700 مليار جنيه اللي اتصرفوا على تنمية سيناء في آخر ست سنين. جزء تاني، جزء تاني. أولا 700 المصرف ده هيروي 500,000 فدان، لكن كمان زي ما سمعنا من الرئيس، سمعنا من رئيس الوزراء أن ما أنفق وينفق وسينفق على سيناء 700 مليون مليار جنيه. تعرف يعني 700 مليار جنيه يا أستاذة؟ يعني ميزانية دول حياة كريمة اللي بتشمل 20 محافظه هيتصرف فيها 700 مليار. سينا لوحدها بيتصرف عليها 700 مليار جنيه. ده معناه ايه؟ ان هناك اراده حقيقيه لدى الدوله المصريه لتعويض اهالي سينا مثلما يتم تعويض اهالي الصعيد عن سنوات وعقود المعاناه التي عاشوها
على مدى سنوات طويله جدا وتعودهم على التأمين. النهارده بتتكلمي على مصانع للرخام، مشروع قوم للطرق بيربط كل جوانب سينا شرقها بغربها. ثلاثه، تكلمي على 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 مدن جديده، رفح الجديده، العريش الجديده، بئر العبد الجديده، تتكلمي على مدارس، تتكلمي على محطات حياه كامله يا فندم. حياه، بص انت بتخلقي حياه واجتماعات عمرانيه وزراعيه جديده بشكل غير مسبوق، وهيخلق وظائف عمل وهيخلق تنميه. لا، والاهم انك بتستهدفي نقل او توطين اكثر من 4 مليون مواطن مصري في سيناء. طب ليه؟ ايه الفلسفه؟ فلسفه الدوله المصريه محاربه الارهاب وتامين الارض بالتنميه، ان التنميه هي اهم وافضل سبيل بتامين ارضك، لما يبقى البشر موجودين. عندما كانت سيناء خاليه كانت مطمع، عندما كانت سيناء خاليه من التنميه كانت مطمع للارهابيين ومأوى للمجرمين والخارجين. النهارده لا، سيناء مكان للتنميه، مكان للتعمير، مكان للبناء، مكان للتشكيل، مكان للعمران، مكان الاستثمار، مكان اكل العيش.